السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين. بعد تدوينة مهذب الرميلي اللي عملت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي صرح فيها انه مع ازدياد تعكر الاوضاع في غزة والهجمات اللي قاعدة تعمل فيها اسرائيل على اخواتنا الفلسطينيين والمسلمين يلزمنا نهقف يد واحدة، وصرح مهذب الرميلي مشيد بحل انه لازم نضغط على اسرائيل بمعابدهم الموجودة في الدول العربية كل وبما فيهم معابد الغريبة الموجودة في جربة ونمنع عليهم زيارتهم، وقد يكون هذا حل في انه اسرائيل تترك القدس وشأنها ونكون هكاك ساهمنا في استرجاع ارض المسلمين القدس. لكن تدوينته هذه القات انتقاد كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وايدتها نسبة قليلة برك. والبارح خرجت سونيا الدهماني ودافعت على كل اليهود التونس وطلبت من مهذب الرميلي انه يعتذر من اليهود اللي عايشين في تونس، خطر في وسط التعكر الاقتصادي اللي تمر به تونس ونسبة الجهل اللي تعيش فيها البلاد ينجم اي شخص يهز مشعل ويحرق معابد الغريب اللي وحاسب ظنه انه كيف ما يعملوا في القدس احنا نعملوا لهم في معابدهم. المعابد هذه هي تمثل جزء كبير من تاريخ تونس وحضارتنا اللي تمتد 3000 سنة، وكيف الشخص يحرقهم بل خسرت تونس في حد كبير من حضارتنا. وهاجمت سونيا الدهماني مهذب الرميلي وقالت بعض التدوينات تكون لا عقلانية في معظم الأحيان وتنجم تغير الأوضاع من أسوأ إلى أسوأ، على هذاك لازم يعتذر ويبدل وجهة النظر اللي عنده. في آخر الفيديو ما تنسيوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.